الآن نشرة الأخبار مع عبد الرحمن النجار. طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام في نشرة لأهم الأنباء، نبدأها بأبرز العناوين. تحالف الفتح يقدم طلبا رسميا إلى المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات، والعامري يقود حراكا سياسيا لتطبيقه. مفوضية الانتخابات تقر بتأثير الطعون في النتائج الأولية بشكل كبير، وتؤكد النتائج النهائية ستعلن خلال اليومين المقبلين. وسط مطالبات بإبعاد الملف عن التسييس، قلق أممي من الاستغلال السياسي لمهاجرين عراقيين على الحدود الأوروبية. مرحبا بكم مجددا، والبداية من آخر مستجدات نتائج الانتخابات، حيث كشف تحالف الفتح بزعامة هادي العامري عن تقديم طلب رسمي إلى المحكمة الاتحادية العليا من أجل إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة بسبب التزوير الذي رافق عملية الاقتراع الأخيرة. وذكر قياديون في التحالف إن الطلب تم مع إرفاق كثير من الأدلة والوثائق التي تثبت وجود التلاعب، مبينين أن تحالف الفتح بانتظار رأي المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص، فيما أشاروا إلى أن الهيئة القضائية أصدرت عدة قرارات أثبتت وجود تأثير على النتائج. هذا وأكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري أن الطعن الذي قدمه تحالفه إلى المحكمة الاتحادية يوم الخميس الماضي فيه من الأدلة ما يكفي لإلغاء نتائج الانتخابات بالكامل. وشدد العامري خلال زيارته لرئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي كل على حدة في العاصمة بغداد، شدد على ضرورة متابعة الطعون في الانتخابات النيابية بالطرق القانونية والقضائية. في غضون ذلك، أشار الإطار التنسيقي للقوى الشيعية إلى أن تغيير النتائج الذي حدث بعد تقديم الطعون الانتخابية في عدد من المحطات دليل واضح على صحة ما تحدثوا به بأن الانتخابات الأخيرة شهدت تزويرا وفبركة. وذكر عضو الإطار التنسيقي سالم العبادي أن ما حصل يؤكد من جهة مطلبنا بإعادة العد والفرز الشامل بشروطه، ومن جهة أخرى يؤكد وجود خطأ لدى المفوضية وعدم صوابها من حيث كشف الحقائق وعدم التعامل بجدية وواقعية من الطعون أو مع الطعون المقدمة. في مقابل ذلك، رجحت مفوضية الانتخابات إعلان النتائج النهائية خلال اليومين القادمين بعد أن تستكمل الهيئة القضائية البت بكافة الطعون المقدمة. وبينت المفوضية أن المحطات التي ألغتها الهيئة القضائية غيرت عدد المقاعد، وأضافت أن تخصص المحكمة الاتحادية تصديق أسماء الفائزين، أما الهيئة القضائية فمهمتها تصديق الطعون. وأشارت إلى أن المفوضية ستعلن النتائج وسترفعها إلى المحكمة لتصديقها. وكانت مفوضية الانتخابات قد أوضحت في وقت سابق أن تطبيق قرارات الهيئة القضائية الخاصة بإلغاء نتائج محطات اقتراع جاء لأسباب قانونية سبق للمفوضية أن حققت بملفاتها، فيما أشارت إلى أن ذلك قد يحدث تغييرا في النتائج النهائية. عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل أوضح أن الإلغاء تم بقرارات من الهيئة القضائية وليس من المفوضية، وربما تصدر قرارات أخرى بإعادة فرز محطات جديدة، لافتا إلى أن المفوضية تنتظر الآن حسم آخر طعن رفع إلى الهيئة القضائية وبعد ذلك تعلن أسماء الفائزين. لم تتقدم التفاهمات بين التيار الصدري والإطار نحو حل الأزمة المتخصصة بنتائج الأولية للانتخابات والاعتراف بنزاهتها،
فهذا الاعتراف يمكن أن يحدد المسار الذي ستتخذه الكتل السياسية في تشكيل حكومة أغلبية أو حكومة توافقية، وهو أساس الخلاف بين الطرفين. تتقدم مسألة التفاهمات بين التيار والإطار حينا وتتراجع أحيانا أخرى، ولكن دون أي اتفاق واضح، ما جعلها تدور في حلقة مفرغة ليتضح التصدع في البيت السياسي الشيعي. وقد غير السباق الانتخابي ملامح التحالفات التقليدية فيما عملت نتائجه على لملمة الفرقاء المتنافسين، حيث تقف الكتل الفائزة أمام استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة. لم يكن المشهد بحاجة إلى مزيد من التصعيد بفعل احتجاجات المعترضين على نتائج الانتخابات والأزمات التي يمر بها البلد، إلا أن المعترضين يتحدثون عن مزيد من التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. هناك تصعيد ولربما تصعيد كبير وخطير جدا، لليوم المفوضية عندما عادت بعض الصناديق خرج هناك يعني كثير من النواب صعدوا إلى عضوية مجلس النواب، وبالتالي هذه أعطت ذريعة للأخوة المعترضين أو المعارضين على نتائج الانتخابات. لا يبدو أن لقاء بعض أطراف الإطار مع التيار الصدري قد خفف شيئا من ذلك الاحتقان. حكومة أغلبية وطنية وأما معارضة وطنية، فها هو زعيم التيار الصدري يهدد بالتحول إلى المعارضة في حال رفض الكتل النيابية تسمية حكومة أغلبية بقيادة صدرية، في خطوة تهدد كما يخشى البعض بصدام لا تعرف مآلاته بين أكبر كتلتين تتصدران المشهد في البلاد. مع تمسك ومع تزمت كل طرف بأفكاره وآرائه وإلقاء اللوم على الطرف الآخر، سندخل في جدلية أكبر، وهي من هي الكتلة الأكبر؟ هل هي الكتلة النيابية أم هي الكتلة الانتخابية؟ التشظي الحاصل بين هذه الكتل قد يحصل بالعملية السياسية وقد ينعكس سلبا على وضع الشارع العراقي وعلى المواطن العراقي الذي عانى الكثير. ومع استمرار هذه المواقف تشوب الضبابية طريق المشهد السياسي في وقت تستعد فيه مفوضية الانتخابات لإعلان النتائج النهائية. صراع متصاعد وتقاطعات حادة، هذا ما وصلت إليه الأطراف السياسية، فبين مؤيد لحكومة الأغلبية وداع لحكومة توافق، بات البحث عن مخرج للأزمة ضرورة قصوى بعيدا عن المسارات المغلقة التي انتهت إليها العملية السياسية في البلاد. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. مشاهدينا الكرام، للمزيد ينضم إلينا القيادي في تحالف الفتح عبر الهاتف الأستاذ محمود الحياني. مرحبا بحضرتك أستاذ محمود. أنتم كفتح قدمتم قدمتم أدلة طعون إلى المحكمة الاتحادية تدعون فيها وجود تزوير واضح ونوع من الإقرار من المحكمة الاتحادية وعدت بمراجعته، ما الذي تتوقعون أن يحدث على أثر تقديم هذه الطعون؟ تفضل. يا بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى حضرتك وعلى قناتكم الكريمة ومشاهدينا الكرام وعلى جمهور الشعب العراقي جميعا. حقيقة اليوم احنا دخلنا في موضوع الانتخابات، كنا نتأمل ان تكون نتائج يعني حقيقية ونجيها بناء على مطلب جماهير سابقا، لكن اللي حصل انه هذه المواضيع ابدت يعني نقاط علامات استفهام منذ بداية اعلان النتائج وتغيير النتائج. الأدلة كانت موجودة وواضحة للعيان يعني لأكثر الكيانات وأكثر جمهور الشعب العراقي كان يعرف انه هذه الانتخابات حتزور يعني سابقا، والدليل العزوف اللي صار عندها في البدايه اللي عرفوا انه هذه الانتخابات حتكون يعني محضر لها مسبقا، هذه حقيقه لازم الكل يعترف بها. لكن اليوم الادله واللي قدمت ادله قانونيه وبراهين، واحنا قمنا في يعني قيادات في التنسيقيه كلها اعلنت عن وجود ادله وبراهين لديها تثبت عدم شفافيه ونزاهه هذه الانتخابات. هناك تلاعب بالاصوات الالكترونيه، وهناك تلاعب بالصناديق، وتلاعب بالبطاقات الالكترونيه، وكثير من الخروقات وال هل صحيح انكم تصعدون موقفكم بان الانتخابات فيها من الطعون ما يثبت او ما يستدعي اعادتها كليا؟ نعم، حقيقه الامر انت اكو مخالفه دستوريه يعني بعد يومين بعد يومين سوف ياتيكم الجواب استاذ محمود، اذا لم توافقوا يعني على الجواب سوف يعني تصعيدكم سوف يكون على شكل اعاده الانتخابات مره اخرى. هو حقيقة الأمر يعني ذلك مخالفة دستورية، طبعا الدستور فوق القوانين، القوانين حقيقة يعني يجب أن تطبق قبل القضاء اللي مشهود بالنزاهة والشجاعة حقيقة، قضاء العراق قضاء مستقل، لكن اليوم الدستور هو الفيصل الأساسي في حل الخلافات والمشاكل السياسية اللي تصير بالبلد،
والاختلافات اللي تصير هو راح يبينها. اليوم عندنا المحكمة الاتحادية فسرت المادة الدستورية اللي هي الكتلة الأكبر إذا تكون الكتلة النيابية مو الكتلة الانتخابية، وذلك حصل مع الانتخابات السابقة مع السيد المالكي والسيد العلاوي في الانتخابات السابقة. أنا سمعت التقرير مالتكم يعني، فهي هاي يعني راح تفسرها نفس التفسير. ما طيب ما الذي ستفعلونه في حال لم تأتي الأجوبة كما أردتم أن تطلبوه من القضاء؟ الدستور حدد هو الحقيقه يجب اعاده الانتخابات وليس اعاده الفرديه، لكنكم بالمقابل تثقون بالقضاء. نعم نثق بالقضاء. الماده الدستوريه تقول البرلمان يحل نفسه قبل 65 يوم، كيف يحل البرلمان نفسه قبل يوم الانتخابات؟ لا هو كيف هذه ماده دستوريه. استاذ محمود، هنا اشكاليه يمكن كيف تقولون انكم تثقون بقرارات القضاء، واذا كان رد القضاء على عكس ما تودون ان تسمعوه تطالبون بحل أو بإعادة الانتخابات؟ فسر لنا ذلك لو سمحت. لا احنا نثق بأن القضاء راح يقول كلمة الحق، لأن شافوا يعني الأدلة والبراهين، وما أقول راح القضاء العراقي يعني نقرع البلد السلام إذا القضاء بعد ما قدر يقول كلمة. طيب لا القضاء العراقي عنده شجاعة واستقلالية ونزيه، وإحنا متأكدين من أنه راح يكون هو طبعا وفق القانون والدستور. لا يعني إحنا نريد القضاء يقول على مدة، إحنا مو على مدة، إحنا على مدة الشعب العراقي. طيب. يوم 60% من الشعب العراقي عزف عن الانتخابات و 40% طلع، ال 40% اليوم 30-35% راضين هذه النتائج، او كل الشعب العراقي اليوم رفض هذه النتائج بناء على الادله والمعطيات اللي ظهرت للمصدر. ما عدا بعض الاطراف التي فازت من ضمنها التيار الصدري. التيار الصدري في الحقيقه يهدد باللجوء الى المعارضه الوطنيه، هل في ذلك نوع من التعكير للجو السياسي اذا ما صعد الصدري باللجوء الى المعارضه الوطنيه؟ الأخوة في التيار الصدري يعني هذا يعني هم حقهم فازوا ويريد يعبرون عن رأيهم، ويريد يكون معارضة ويكون بشكل حكومة أغلبية. هذا رأي سياسي يعني يحترم جميع الكتل، يعني محترم من التنسيقية ومن الكتل السياسية كلهم من عندنا، كنا نحترم رأيهم أنه هذه وجهة يعني فكرتهم السياسية أو مشروعهم السياسي، وهذا من حقه أنه يتمسك به. اليوم الفتح أيضا أو التنسيقية تمسك بموضوع، لكن واضح أن التيار الصدري دعا إلى القبول بنتائج الانتخابات. واضح كان خطابه قبل كم يوم السيد مقتدى الصدر. نعم أقول واضح أن السيد الصدر دعا إلى القبول بنتائج الانتخابات وصعد في خطابه الأخير، كيف تقرؤونه؟ يعني هذا خطاب هو خطاب يعني سمعت السيد مقتدى الصدر، هو خارج المكون الشيعي أو البيت الشيعي ضمن البيت الشيعي، يعني إحنا مو خطابات سمعت السيد، ولا أنه إحنا نريد نكون في مقابل للخطابات. بالعكس هو خطاب الخطابات، لكن اختلاف بالرؤى السياسية، ورؤية السياسية أنه تكون حكومة أغلبية، إحنا عندنا رؤية أن نصلح العراق إحنا بالتوافقية، وطبعاً هذه التوافقية حكم بها في يعني التشكيل الحكومات السابقة كلها جرت بالتوافقية. اليوم هنالك بعض الأطراف أيضاً من غير ليس سمحت السيد فقط، أكو أطراف سياسية أخرى تريد الأغلبية، إذا الأخوة الكرد من المكون السني، هذا ما بيشي، هذا رأيهم وجهة نظرهم، إنه إحنا جربنا التوافقية ما عجبتهم، يعني خلاص إذا هو يقول لك صراحة كلام سمعت السيد يقول لك احنا اذا ما صرنا بالاغلبيه نرجع للمعارضه. جميل جميل، هذا يعني حق مشروع. اليوم ايضا التوافقيه بالقبل كتل السياسه قال اذا ما صارت التوافقيه احنا نروح نذهب الى الانسحاب من العمليه السياسيه ونذهب الى صف قبل ان تنسحبوا من العمل السياسي. بعد يومين سوف تكون هنالك نتيجة وكلمة أخيرة للقضاء العراقي، أسأل مرة أخرى عن موقفكم، هل سوف يكون هنالك تصعيد في حال لم تروا النتائج مناسبة وفقا لما رأيتموه من حجم التصعيد؟ يعني التصعيد الجماهيري هذا مو بدين لا تنسيقية ولا بدين أي واحد، هذا جمهور اليوم بيصعد بيطالب مطالبه وده شوفه ده يزيد يوم عن يوم. يعني تتوقعون الجمهور طبعاً رح أن يصعد؟ طبعا راح تصعيد بالجمهور يوم أنت مو ترضي التنسيقية ترضي الكتل السياسية، الكتل السياسية ممكن ترضيهم، لكن انت هذا الجمهور ارضي الجمهور قبل ما تكون هذا شعب طالع. اليوم اكو جمهور اخي، اكو جمهور سني، اليوم اكو كتل سياسية غيبت من العملية السياسية في محافظات الوسط، عندنا بالانبار كتلة عزم حصلت مقعد واحد فقط، كتلة الارادة الشعبية الشيخ مزن الخربيط لم يحصل على مقعد، شيخ فيصل الشوكة شيوخ ناس مقامات ولهم جمهور كبير ينتظرون ما سيقول عليه النتائج هذه للخروج المظاهرات. اذا طلعت هذه النتائج كارثه راح تكون على العراق، ليس فقط في بغداد، راح تظهر محافظات انك ما راح تسيطر عليها حقيقه، خلي يعرفها الجميع، خلي يعالها. نعم، واحنا ما نقول هذا مو تهديد، وانما انه يكون وعي مسبق لهذا الموضوع. انت المفروض تسبق اليوم السياسه انه انت يكون عندك بعد نظر سياسي. طيب. اليوم هذه الجماهير الموجوده اليوم انت ما تعطيها موافقات تطلع بتنتظر حقيقه، امرها من اتصالاتهم يعني ايش راح يصير، يعني تصدم بينا انتم كفتح ايش راح يصير،
ايش راح تسوون؟ يابا احنا ندافع عنكم وعن روحنا، يعني مو عن الشعب العراقي كله. طرف الفتح قدم مشروع استشهاد يعني وجاء بدماء يعني شهداء ضحت لاجل العراق. اليوم هذا من يدافع عن حق الشعب العراقي كله، ليس فقط عن ابو بغداد وابو البصره بالضبط. ويبدو ان اليومين صلاح الدين اولا، نعم اليومين المقبلين سوف تكون الفصل والكلمه النهائيه في اليومين المقبلين القيادي في تحالف الفتح. الاستاذ محمود الحياني كنت معنا، شكرا جزيلا اليك. ونبقى سياسيا، حيث تصاعدت حدة الخلافات بين الإطار والتنسيقي والتيار الصدري. هذا التصاعد دفع الأحزاب الكردستانية إلى تبني موقف محايد والتوسط بين الطرفين لحلحلة الأزمة، فيما يواصل الوفد الكردستاني في بغداد حواراته مع الفرقاء السياسيين انطلاقا من مصالح وحقوق الإقليم. نتائج الانتخابات الملبدة بغيوم الخلافات ما زالت تلقي بظلالها الثقيلة على المشهد السياسي في البلاد لتحديد المسار السياسي، فما بين طرح القوى السياسية مبادرات تسوية والشروط الخمسة للتيار الصدري، ارتفعت حدة الصراع السياسي بين الإطار والتيار لتدخل الأحزاب الكردستانية وسيطا للتهدئة وحل التوترات بالطرق القانونية. خلاف واضح داخل البيت الشيعي فيما يتعلق ب من له الحق بتشكيل الحكومة وتقديم مرشح، لكن نحن نرى أنه يجب أن يكون هناك توافق، لأن العراق في هذه المرحلة بحاجة إلى هذا التوافق سواء داخل البيت الشيعي ومع المكونات الأخرى. فالإطار التنسيقي المعترض الأكبر على نتائج الانتخابات ما يزال متجها نحو التصعيد، فسرادق مناصريه تحاصر المنطقة الخضراء، فيما يتمسك التيار الصدري بمنطق القوة التي منحتها إياه نتائج الانتخابات، فيما يرى مراقبون أن الخلافات داخل البيت الشيعي ناتجة عن تدخلات إقليمية، ما يعني تعثر تشكيل الحكومة المقبلة، مرجحين أن تكون حكومة أغلبية لا توافقية. استمرار الصراعات السياسية داخل البيت الشيعي وانعدام التوافق عوامل تؤخر ولادة تشكيل الحكومة المنتظرة لتدخل الأحزاب الكردستانية وسيطا بتهدية التوترات والخلافات بينهم. ووسط تصاعد حدة الخلاف السياسي تسعى الأحزاب الكردية من خلال مشاوراتها الأخيرة في بغداد إلى تأكيد حيادية الموقف الكردي تجاه الصراعات الكبيرة داخل البيت الشيعي، وكذلك الحصول على تطمينات من القوى الفائزة في الانتخابات بحل كافة النقاط الخلافية والمشكلات العالقة بين بغداد وأربيل عن طريق السياقات الدستورية والقانونية. نسعى إلى أن يكون هناك رؤية جديدة للعلاقة بين أربيل وبغداد. النقطة الجوهرية هي تنظيم العلاقة بين أربيل وبغداد. نرى بأن في المرحلة السابقة كانت هناك الأكثرية العددية للممثلين الكرد في بغداد هم من حزب الديمقراطي الكردستاني أو غير. من أربيل، بشير الحسن، قناة الفلوجة. وفي ملف هجرة العراقيين إلى أوروبا، طالب وزير الخارجية فؤاد حسين بإبعاد ملف المهاجرين العراقيين عن التسييس، فيما أعرب وزير الخارجية اليوناني نيكوس دينديس عن اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات بين بغداد وأثينا. وزارة الخارجية أوضحت أن حسين التقى وزير الخارجية اليوناني نيكوس دينديس على هامش اجتماع حوار المنامة الذي تجرى أعماله في العاصمة البحرينية المنامة، مبينة أن اللقاء بحث قضية المهاجرين العراقيين العالقين في بيلاروسيا ومساعي الحكومة لتقديم الدعم لهم ومساعدتهم وإعادتهم عبر تسيير رحلات عودة طوعية إلى بغداد، مشددا على ضرورة إبعاد هذا الملف الإنساني عن التسييس. في إطار ذلك، أعربت منظمة الأمم المتحدة عن قلقها إزاء ما وصفته باستخدام المهاجرين العراقيين ورقة لعب سياسية بين بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي. ودعت الأمم المتحدة في بيان الدول الأوروبية إلى احترام المهاجرين العالقين على حدودها وحفظ حقوقهم، محذرة من استغلال النساء والأطفال في لعبة سياسية. وبينت الأمم المتحدة أنها ستعمل مع الحكومة العراقية لإيجاد حلول عاجلة لمشكلات المهاجرين.
في أثناء ذلك وصف رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أزمة المهاجرين على الحدود مع بيلاروسيا التي تشكل الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي بأنها أكبر محاولة لزعزعة استقرار أوروبا منذ الحرب الباردة. وذكر مورافيتسكي أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو شن حربا هجينة ضد الاتحاد الأوروبي، وهذه أكبر محاولة لزعزعة استقرار أوروبا منذ 30 عاما، مؤكدا أن بولندا لن تلجأ إلى الابتزاز وستبذل قصارى جهدها للدفاع عن حدود الاتحاد الأوروبي. في المقابل نظمت أمهات بولنديات مسيرة دفاعا عن حقوق المهاجرين في بلدة هاجنوكا الحدودية، حيث هتفن الغابة ليست للأطفال، معبرات عن التضامن مع المهاجرين العالقين على الحدود البيلاروسية. شهدت التظاهرات التي حملت عنوان أمهات وأطفال على الحدود البولندية شهدت رفع شعارات عدة تطالب بضرورة إنقاذ حياة الإنسان على الحدود وسط هتافات لا يوجد شخص غير الشرعي. أنظر إلى المعلومات الإعلامية من أغسطس وكنت أرى طوال الوقت معلومات عن الأشخاص الذين يعانون ويموتون في الغابة. كان من الصعب جدا بالنسبة لي أن أرى ما يحدث ولا أحد يفعل أي شيء، ولا أستطيع التحمل، لا أستطيع العيش، لأن لدي طفلة تبلغ من العمر 12 عاما. عندما أعانقها أو أراها تنام أتخيل أشخاصا من أطفالهم في الغابة، وهذا أمر صعب حقا. حقوق الإنسان تنتهك، لا ينبغي أن نستخدم المعاناة الإنسانية أداة للسياسة، وهذا هو بالضبط ما يتم فعله. ببساطة لا أوافق على أن يتصرف بلدي بهذه الطريقة، هناك أدوات مناسبة للتعامل مع مواقف مثل هذه. من جانبه تفقد وفد من منظمة الصحة العالمية مركز برونسكي للاجئين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية، واطلع الوفد على الظروف المعيشية للمهاجرين وأماكن إيوائهم ونومهم وكيفية تنظيم واجباتهم أو وجباتهم الغذائية. بالإضافة إلى ذلك تحدث ممثلو الصحة العالمية مع الأطباء العاملين في المخيم، حيث أكد الأطباء نقل نحو 100 شخص إلى المستشفى في الأيام الأخيرة بسبب الالتهاب الرئوي وتفاقم معاناة مرضى السكري. أعلنت قيادة العمليات المشتركة اقتراب إنجاز الساتر الحدودي مع سوريا، فيما أشارت إلى عدم وجود أي عقبات أمام تنفيذ اتفاق سنجار. المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي قال إنه لا توجد أي معرقلات في تنفيذ اتفاق سنجار، وأن الاتفاق مستمر والقوات الأمنية موجودة ولن يسمح لأي جهة أن تعرقل الاتفاق، لافتا إلى أن القوات الأمنية من جيش وشرطة محلية منتشرة في قضاء سنجار، وجميع مداخل ومخارج القضاء مسيطر عليها ولا وجود لأي مظاهر مسلحة داخله. أقامت منظمة إغاثية مهرجانا تحت عنوان الأطفال هم الحياة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبحضور وجهاء وشيوخ عشائر وعدد من القوات الأمنية احتفاء بيوم الطفل العالمي. حقوقيون طالبوا الحكومة المحلية والمنظمات الدولية بضرورة الاهتمام بالأطفال الذين يعتبرون صناع المستقبل، كما حذروا من ضياع هؤلاء الأطفال واستغلالهم من قبل ضعاف النفوس إذا لم يتم احتوائهم. نطلب من المجتمع المحلي والحكومة المركزية أن تهتم بالطفل بصورة عامة، لأن هذولا أطفالنا هم فلذات قلوبنا وهم جيل المستقبل، فإذا ما إحنا حويناهم ورعيناهم سوف يصبحون أعضاء مشردين لا, لا, لا يوجد لديهم نفع ولا عمل. المهرجان هو تحت عنوان اليوم العالمي للطفل، الغرض منه تسليط الضوء على يوم الطفل العالمي، هذا اليوم الذي قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1954 ويحتفل به جميع العالم في كل يوم 20 تشرين الثاني من كل عام. في يوم الطفل العالمي أكثر من 500,000 وصل عدد الأطفال المشردين في العراق بحسب متخصصين وباحثين، وسط توقعات بازدياد نسبة الجريمة والأمية، لا سيما مع وجود صمت حكومي إزاء ما يتعرض له الطفل العراقي. لا سقف يظلهم بدفئه ولا عائلة يلجؤون إليها
يقضون أياما في تقاطعات الشوارع وعند إشارات المرور، يبيعون السجائر والمناديل. هؤلاء هم أطفال العراق الذين هجروا طفولتهم وتحملوا أعباء الحياة. أكثر من نصف المليون وصل عدد الأطفال المشردين في العراق بحسب متخصصين وباحثين. في يوم الطفل العالمي وبحسب علماء اجتماع، فإن جيلا كاملا من أبناء العراق سيكونون تحت خط الأمية، فضلا عن ازدياد نسبة الجريمة على المدى المتوسط والبعيد. ولا يبقى لهذه الضحية الصامتة إلا الفقر رفيقا ينهش بأجسادها، فهناك من فقد من يعيله وبات عرضة للاستغلال من قبل مافيات التسول. وفقا لمنظمات الدفاع عن حقوق الطفل، فإن نسبة الأطفال الذين أجبروا على الأعمال الشاقة في العراق بلغت أكثر من 8%، وما بين ألم هنا وألم هناك يودع الأطفال المتشردون نهاراتهم، وكل ما يبقى لهم واقع مرير وأمنيات مؤجلة. في 20 من تشرين الثاني من كل عام يحتفل العالم بالأطفال والتذكير بحقوقهم وحمايتهم. أما في العراق فإن الحروب وما مرت به المدن المنكوبة جعلت أعداد الأطفال المشردين تتزايد بشكل كبير دون حماية أو رعاية. الأطفال هم الحياة. على مدار 67 عام يحتفل العالم باليوم العالمي للطفل في 20 من تشرين الثاني. في هذا اليوم أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن ينصت العالم إلى أفكارهم ومطالبهم وما يمرون به من انعدام المساواة والتعليم والصحة وغيرها. رغم القوانين المشرعة لحمايتهم، لكن أطفال اليوم بلا حماية تذكر. نحن كمكتب مفوضية لحقوق الإنسان لدينا عدة مؤشرات فيما يخص الطفل، خصوصا أن الأطفال يعتبرون من الشريحة الأقل دعما، ونحن كمكتب مفوضية لحقوق الإنسان في محافظة الأنبار وثقنا بعض المؤشرات الخاصة بانتهاكات الأطفال، منها خصوصا ما مرت به محافظة الأنبار خلال الفترة المظلمة وهي سطوة عصابات داعش، حيث لاحظنا شريحة الأطفال تعرضت إلى غبن وانتهاك كبير، منها ازدياد عمالة الأطفال في المحافظة. ويلات الحروب والتهجير، كان ضحيتها مئات الأطفال من فاقدي الأبوين لترفع نسبة المشردين منهم، فيما تزايدت عمالة الأطفال لتصل أعداد العاملين منهم إلى نحو 800 طفل لم يجدوا سوى تقاطعات الطرق والأسواق ملجأ لهم. نلاحظ هواية متسولين، هواية مشردين، هواية تاركين أو متسربين للمدارس. احنا في مسؤوليتنا انه كمنظمات مجتمع مدني وك شرطة مجتمعية وكمحافظة يجب أن احتضان هذه الفئة. اليوم مثل ما نلاحظ مئات الأطفال هم مشردين وهم مسربين للمدارس. اليوم نلاحظ هواية متسولين بالشارع اللي هم بالتقاطعات موجودين بالأسواق موجودة. هذا سبب شنو يدل؟ يدل على تشجيع الأهل لهم وتشجيع الشارع لهم. قانون شرع منذ أكثر من 67 عاما لحماية الطفل لم يتعدى كونه حبرا على ورق، ولم ينفذ إلى يومنا هذا في العديد من دول العالم. وإذا ما تم العمل به وتفعيله في مجتمعاتنا فإن القادم قد يكون أسوأ. في قناة الفلوجة، إدريس يحيى. مشاهدينا الكرام، النشرة انتهت إليكم أبرز ما جاء فيها. تحالف الفتح يقدم طلبا رسميا إلى المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات، والعامري يقود حراكا سياسيا لتطبيقه. مفوضية الانتخابات تقر بتأثير الطعون في النتائج الأولية بشكل كبير، وتؤكد أن النتائج النهائية ستعلن خلال اليومين المقبلين. وسط مطالبات بإبعاد الملف عن التسييس، قلق أممي من الاستغلال السياسي لمهاجرين عراقيين على الحدود الأوروبية.
مشاهدينا الكرام، النشرة انتهت. للمزيد من الأخبار والمعلومات زوروا مواقعنا على التواصل الاجتماعي الخاصة بقناة الفيلم. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.